خوتي السلام عليكم مشاهدين قناة زاوية تيفران، مرحبا بكم في هذا القناة في هذا الفيديو الجديد مباشرة من منطقة ديال علوح اللي تتنتمي لإقليم إفران. هذه القرية الهادئة والجميلة وصور أخرى من إقليم خنيفرة طريق أقلمام أزيزة. الحمد لله جبال أطلس المتوسط اكتسات البياض والثلوج، الحمد لله الآن تستحق الزيارة، تستحق الزيارة. غير هو الناس اللي غادي يمشيوا لهاد المناطق ياخذوا الحيطة والحذر، لأن تتولي حركة السير شوية صعبة. شوفوا معنا هذا الفيديو وما تنساوش القناة باشتراك ليصلكم الجديد. Thank you.
القسمة يا مازل. عيون الرحضة ربي فرج دي الحرمانج.